كما تلا رئيس المجلس برقية مقترحة من عدد من النواب تأييداً لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد فيها على تقدير الشعب ونوابه للرئيس عبد الفتاح السيسي وخوضه معارك التطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج تليق باسم مصر وتاريخها. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مجلس النواب المعبر عن آمال وطموحات شعب مصر العظيم، وهو يستهل بعون الله وتوفيقه أولى جلسات دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، يعلن تأييده الكامل للسياسات الحكيمة والمتوازنة وخطواتكم الواعية على الساحات الداخلية والعربية والدولية، والتي كانت ثمارها يانعة وارفة الظلال. ويقدر لكم شعب مصر ونوابه حفظكم لهيبة الدولة وتحقيق الوحدة الوطنية وخوض معارك التطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج على أرض مصر تليق باسمها وتاريخها وتراثها. فما شهدته المرحلة السابقة على قصرها من إنجازات عظيمة يقوم على كل منها شاهد ودليل. ويرحب مجلس النواب ويبارك إطلاقكم الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، التي تستند على عدد من المبادئ يأتي في مقدمتها أن جميع الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطاً وثيقاً بين الديمقراطية وحقوق الإنسان وتحقيق التوازن بين الحقوق والحريات وبين حق الفرد والمجتمع. لقد وضعتم سيادة الرئيس نصب أعينكم هدفاً لا تحيدون عنه، وهو بناء الاقتصاد والتنمية، وطالبتم الشعب مشاركتكم في تحقيقه، واعتمدتم المصارحة والمكاشفة بالحقائق مهما كان وقعها. لذلك كان التفاف الشعب حولكم مؤيداً ونصيراً. ويسعد مجلس النواب أن يهنئكم بمناسبة حلول ذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة، التي استعادت فيها قواتنا المسلحة لمصر والعرب شموخاً افتقدناه بعد أن عبرنا حائط الحزن لتتحطم أسطورة الجيش الذي لا يقهر. وأكدت قواتنا المسلحة الباسلة للعالم أن الإرادة الحرة لا تعرف الأساطير، وأن النصر يصنعه الأبطال. لقد استردت مصر بفضل رشد تحركاتكم مكانتها الدولية والإقليمية. فامضي راضياً بما بذلت، تريدون وجه الله والوطن، وكل عام وأنتم بخير. هذا ووافق مجلس النواب على إرسال البرقية قبل أن ترفع الجلسة بانتظار جلسات أخرى يستأنف فيها المجلس أعماله المنوطة به وواجبه تجاه الوطن.